تمويل البنك للقطاع الفلاحي ليس مقتصرا على بنك واحد، فالتخصيص البنكي قد انتهى بصفة نهائية، ويمكن لكل المشاريع الفلاحية أن تمول من كل البنوك الوطنية عمومية كانت أو خاصة، وسوف تكون هناك متابعات لكل البنوك التي سوف لا تقوم بدراسة والتمويل المشاريع الفلاحية أو المشاريع الرعوية أو مشاريع الداخلة في القطاع الفلاحي.